معانا عبر الهاتف واحد من نجوم النادي الاسماعيلي، واحد من نجوم الكره المصريه بشكل عام، الكابتن الكبير كابتن عمرو الحلواني. كابتن عمرو، من يوم مبروك الفوز الثاني على التوالي والاستفاقه الجديده للاسماعيلي، لنامل انها تكمل ان شاء الله الفتره اللي جايه. حبيبه كيمو، حبيبي واخويا طبعا، بتشرف ان انا مع حضرتك، وربنا يخليك يا كريم. حبيبي النهارده الاداء احسن، والمباراه اللي فاتت كان الاداء احسن، والامور بدات تتحسن، وبعد ما كنا شايفين الدنيا بصراحه كده شديده ضلمه، بدا يبقى في شعاع نور تاني يقول لنا لا الاسماعيلي هيفوق. الحمد لله الاول، بس لازم نشكر كابتن حمد ابراهيم، ولازم نشكر الجهاز الفني اللي معاه كله بصراحه، احمد سمير وكابتن عطاء السيد وكابتن خالد، الناس بصراحه عملوا اللي عليهم، كلام محترم. شهرين ونص او ثلاث شهور معانا بصراحه، ما تعبوش، تعبوا معانا بصراحه. اتمررنا كتير معاهم، وكان في فتره توقف، وكسبنا معاهم ماتشات برضو، كسبنا معاهم حوالي ماتشين الاتحاد، وكسبنا معاهم استر كومباني. بس انت عارف بقى كيمو، الماتشات الاخيره ما كانش فيه توفيق، اخر ماتشين مع انبي وطلاع الجيش، فحصل دربكه كده، فمجلس اداره قرر ان كابتن حمد ما بقاش موجود، وجاب بقى اولاد البلد، جاب حسن عبد ربه، وجاب كابتن حمزه الجمل، وجاب كابتن احمد الناوي، وكابتن ايمن، وكابتن حمص. بصراحه ناس محترمين جدا، ناس بيحبوا النادي الاسماعيلي، ناس جوه المطبخ بتاع النادي الاسماعيلي، وعارفين طبعا اللي الجمهور بيحب الكوره. بصراحه كابتن حمزه من ساعه لما جه هو بيتعامل معانا نفسيا وبدنيا ومعنويا وتكتيكيا، شاطر قوي، شاطر قوي بصراحه كابتن حمزه الجمل في الحته النفسيه. من اول يوم ما جه معانا قال لنا يا جماعه انتوا لعيبه كبيره ولعيبه جامده جدا، بس انتوا يعني محبطين شويه، فبيتعامل في الحته النفسيه بصراحه بطريقه هايله، وكل يوم بنتفرج على الفيديوهات، وفي الملعب برضه بيتعامل معانا تكتيكيا برضه، واحده واحده بيقعد يتكلم معانا. والحمد لله كان ماتش المصري ده كان لازم نكسبه يا كريم باي حاجه، لازم نكسبه باي نتيجه، لازم الثلاثه بونت يكونوا موجودين. الحمد لله حققنا ثلاثه بونت، خدنا نفسنا شويه. كان في فتره توقف اسبوع دي برضو، كابتن حمد جاب الفيديو وقعد يتفرج على الاخطاء بتاعتنا وميزاتنا وعيوبنا، وعملها في الملعب وطبقنا، واتفرجنا على سيراميكا عيبهم وميزاتهم. بصراحه كابتن حمزه يعني وضح لنا كل كبيره وصغيره، وقال لنا توكلوا على الله واعملوا اللي عليكم. الحمد لله النهارده كان في روح، اهم حاجه كريم، النهارده كان في روح من اللعيبه كلها، ملاحظ اللعيبه نازله عايزه تكسب، عايزين يكسبوا، دي مهم قوي يا كريم. صح، لما تبقى انت نازل ال 11 لعيب بالخمسه الاحتياطي بالمدير الفني بالمدير، كل الناس عايزه تكسب، نازله تكسب. انا مش في دماغي التعادل خالص يا كريم، ولا في دماغي الخساره، انا في دماغي المكسب. لما جبنا الجون عايزين نجيب ثاني وعايزين نجيب ثالث. الحمد لله ربنا كرمنا، وكمان كان النهارده الجمهور دفعه معنويه غير طبيعيه يا كريم بصراحه. الاستاد النهارده يعني اول مره من ساعه ما رحت الاسماعيلي احس ان النهارده انا بلعب كوره في النادي الاسماعيلي. دي حاجه جامده جدا، الجمهور حاجه جميله جدا، عشان يا كابتن عمرو مبسوطين وفرحانين قوي. جمهور الاسماعيلي بقى له الملعب بتاع الاسماعيليه ما كسبوش ولا ماتش لغايه دلوقتي في الدوري السنه دي، اول ماتش النهارده نكسبه. صح، ساعه لما الدوري السنه دي، فلا الحياه حلوه النهارده. بص هو بصراحه الاجواء جميله جدا بصراحه، اجواء كوره، فالحمد لله رب العالمين، يا رب نستمر على كده. جماهير الاسماعيلي، جماهير الاسماعيلي يا كابتن عمرو كان بقى لها كتير قوي ما فرحتش، وبصراحه الله يكون في عونهم، ما فرحتش ووقفت جنبنا كتير قوي يا كريم والله بصراحه. صح، وساندونا كتير قوي، واحنا عايزين نعمل حاجه والله العظيم، حتى واحنا بنتكلم بينا وبين بعض اللعيبه، والله العظيم يا كريم ولا في دماغنا اي حاجه، احنا كل في دماغنا اللي احنا نخلي المحافظه دي مبسوطه، وجمهور الكوره بتاع الاسماعيلي عيشوا الاول واخير الكوره. صح، يعني هم النهارده مبسوطين جدا. صح، يعني في ناس ما ولا بتاكل ولا بتشرب، وهي مزاجها الكوره. فالحمد لله النهارده احنا كسبنا وخدنا ثلاثه بونت، وكمان الحمد لله احنا يعني بقينا في حته كويسه، اللي ان شاء الله الماتش الجاي يوم الاحد الجاي مع البنك الاهلي، ماتش صعب جدا برده، بس على ارضنا ان شاء الله، يكون معانا برده نفس الجمهور، وان شاء الله كل الناس ان شاء الله تبقى واقفه جنبنا ونكسب ان شاء الله، هنبقى يعني 20 بونت نقدر نشم نفسنا ان شاء الله. وجود كابتن حسن عبد ربه في الجهاز الفني دور مهم جدا بالتاكيد. جدا جدا بصراحة، يعني كابتن حسني طبعا أولا كان لعيب كبير في نادي الإسماعيلي، وكان بيحب النادي الإسماعيلي ومن أبناء نادي الإسماعيلي، فهو طول الوقت لما بيجي يتكلم معانا بيتكلم على الدعم اللي هو لازم يا جماعة، النادي الإسماعيلي نادي كبير، وبصراحة بيتعامل معانا كأخوات مش كمدير كرة خالص، وقريب مننا جدا، وكل يوم معانا، كل يوم بيتكلم، وأي مشكلة بصراحة بيحلها. فإن شاء الله تكمل على خير إن شاء الله، ونوصل لمكانة كويسة تليق بنادي الإسماعيلي إن شاء الله. عايزين واحد من أهدافك بقى الحلوة وحشانا باذن واحد احد الفتره الجايه باذن الله، وعيدك ان شاء الله هجيب جون واثنين باذن واحد احد. بالتوفيق بالتوفيق يا كابتن عمرو. عمرو الحلواني واحد من نجوم النادي الاسماعيلي ونجوم الكره المصريه بشكل عام، انا بشكرك شكرا جزيلا.